بعد نبدا بالله قبل ما نروح لقضيه القائمه السوداء هذه، راه هي فضيحه قد السماء. راهو درك في درك على بالكم الحاله راهي مخلطه عند النظام الجزائري، درك راهم يوجدوا في البيان. وكان المسؤول على المجموعه، درك من بعد نقول لكم شو المجموعه الماليه هذه، قد زار مدينه مراكش في بدايه شهر سبتمبر والتقى مع جمال دبوز الذي كان برفقة فوزي لقجع. هكا درك وكالة الأنباء الجزائرية راهي عقابها درك، البرقية راهم يخدموا فيها في الوقت اللي رانا نهضروا، راهم يوجدوا. صار عادي والله، ما تقدروا تقولوا المخزن وراها. ودرك نقول لكم لماذا. إن شاء الله برك يكونوا جماعة وكالة الأنباء الجزائرية هنا، ما تغامروش بينا. راهو ما تقدروش تقولوا المخزن، راهي ما فيهاش هذه. قبل ما نروحوا لها قلت لكم نمروا عبر يعني باش تشوفوا برك النظام الجزائري درجة يعني كيفاش ناس حقيرين صراحة في النظام هذا، ناس قادرين، وكيف البلدان اللي تتورط مع النظام الجزائري. للأسف أنا تونس دائما نتفهم الوضع تاعهم صراحة، لكن نشوف الوقاحة تاع النظام الجزائري في التعامل مع بلدان الجوار. أروح نشوفوا إحدى القنوات الخاصة، وراكم تعرفوا القنوات الخاصة في الجزائر من وراءها. أروح نسمعوا تراش. كذلك لازم نتفاهموا مع تونس، تونس يقدروا ما يديروش الانتخابات، يعطلوا شويه الانتخابات تاعهم باش يعبروا الطريق الاقتصادي، لان الجزائر وتونس راهم في علاقات دبلوماسيه من ناحيه سياسيه كبيره ومهمه جدا، والجزائر كذلك ساعدت تونس في الاوقات الصعبه، في الاوقات الصعبه تونس كون صابت الجزائر، يعني احنا نديروا جاست لكاع الافريقيا للدول الافريقيا. احنا نديروا جاست وندعموا تونس، دركا تونس لازم تنباطحوا صاحبي، لازم تركعوا. درنا فيكم الخير، سلفنا لكم زوج فرنكات. ها لازم دركا احنا نسلفوا. شفتوا نهار نقول لكم انا، نهار خصوصا هذوك المغربي الصينيين، هذاك اللي زعما تشفى ولا هذاك اللي خارج زعما في الشارع يقول لهم احنا ضد التطبيع وما نحتاجوش الاسرائيليين، هذاك اللي وقت الزلزال هذاك تاع الحوز وكلش. اسرائيل يخي بعثوا الفرق تاع الانقاذ تاعهم وقت في الزلزال، عمرك سمعت اسرائيلي يقول لواحد مغربي يقول له احنا رانا ساعدناكم؟ جامي جامي. راحوا هذوك الاسرائيليين بشويه عليمات صغار هكا ويقولوا لهم جود باي ماروكو، بعد ما خدموا الخدمه تاعهم على اكمل وجه وراحوا يروحوا. لو كان راحوا تاوعنا يا ودي، لو كان لليوم وحنا وانقذناكم وساعدناكم وانتوما ونكارين الخير. شوف كيفاش مع تونس يديروا معاها، هذه مجرد يعني قرض اصلا راهم قروضه يعني يعطيهم النظام الجزائري تونس. قال لك هذه كاينه انتخابات تاع المكتب الكاف ولا حاجه كيما هك، قال لك باللي تونس لازم تنسحب وتخلى وتفتح المجال لينا حنا باسكو حنا ساعدنا تونس. كيما نهار قالوا على تونس ولايه جزائريه، ها النظام الجزائري القذاره والوضاعه، لو كان جات مقلقتهم الهضرات هادو، لو كان سلطه الضبط تتدخل وتوقف البرنامج ولا تغلق القناة كيما موالفين يديروا كي تكون حاجة ما تعجبهمش. لو كان كي تكون حاجة ما تعجبهمش قنوات يغلقوها نورمال، النظام الجزائري ما عندوش مشكل، بصح كي عاد في تونس نورمال فوت. انت ترباو شوية. ونهار وبالحديث يا اخي وقت هذيك الزلزال هذاك صرا، نهار بعثوا فرق انقاذ ليبيا، فرقة وش من فرق، فرقة إنقاذ شوية حماية مدنية مساكن ما عندهم لا إمكانيات لا والو، راحوا وقت هذوك الفيضانات اللي صاروا في ليبيا والتلفزيون الجزائري واحترافية فرق الإنقاذ الجزائرية لنصرة أشقائهم، ولم يجد الليبيون إلا إخوانهم الجزائريين. ودي نقص الناس راهي تموت، غلق فمك. شوف خلي شعبك يموت وما تديش الدعم من عند النظام الجزائري ولا تدي اي مساعده، اصلا ما يقدروش يساعدوا. انت الجزائريين ماتوا بالملاريا والدفتيريا صاحبي، والنظام الجزائري يتفرج ويضحك.
على غير زوج فرنكات بلد كامل رايحين يطيحوا به. طيب يعني هذه من نقول انا تونس صراحه اذا حابين يخرجوا من الازمه لازم يبعدوا على النظام تاع القدر هذا. اي في نفس الاطار باش تشوفوا النظام هذا الحقير والوضيع وين راحت. اي قال لك كاين اجتماع كبير قبل ما نوصل قضيه القائمه السوداء. اجتماع كبير في سلوفينيا اجتماع دولي حول قضيه المياه. تعرفوا لو كان نحبوا نعطيو قراءه موضوعيه الاجتماعات هذه صارت عندها اهميه كبيره. اي اجتماع مرتبط بالمياه في 30 سنه القادمه الحروب القادمه راح تكون على موضوع المياه. حتى في والبدايه راكم تشوفوا البوادر تاعها راهي ما يحدث بين مصر واثيوبيا. اوكي قضيه المياه قضيه محوريه ودليل اهتمام النظام الجزائري بقضية المياه تبول اللي في منبر جمعية العامة للأمم المتحدة قال لهم الجزائر تقوم بتحلية 1,300,000,000 متر مكعب من الماء. قضية مهمة بالنسبة لنا احنا بحار المحيطات فرغوا جدا لما كانش يشتك دونك ما عليناش. وزير الري السي طه دربال قال لك هز الكابا تاعو وراح لسلوفينيا اجتماع مرة أخرى اجتماع دولي حول قضية المياه. أروح نشوف طرش الموضوع اللي راح يحكي فيه وزير الري الجزائري. أكيد راح يحكي على قضية المياه على مستقبل الموارد المائية في شمال إفريقيا في الجزائر. أكيد مش راح مش راح يخرج على النص. أنا نقول ما أعرف عرقلة والمدمر. أنا نقرأ فيه الخير. أنا مانيش كما هذوك الناس السلبيين خصوصا من جيال لي هاك. أنا متأكد راح يحكي على الجزائر وفقط وعلى موضوع تقني بحت. تفضل السيطة دربال. آثار سلبية من ممارسات دولة الجوار المغرب المعرقلة والمدمرة للمياه السطحية. يا صاحبي خلينا نديرو أم وشوية سيسبانس. انت في الخمس ثواني الأولى راهم ساعة تربية بيوت الردي اللي يطلعوا خير منك. ساعة يخليوا 30 ثانية دقيقة ومن بعد يبدأوا يديروا في أذكار الصباح والمساء يقولوا المروك. انت خمس ثواني يا صاحبي خلينا نديروا السوسبانس شوية كش ما نزيدوا نربحوا الدراهم ملايين الدولارات اللي ندخلوهم من البث هذا في التيك توك في الست لي درك اللعبة سي بون. العابرة الحدود إلى كوارث بيئية أدت إلى وجه التحديد إلى تدهور نوعية مياه سد حمام بغرارة بولاية تلمسان بسبب تلوث المياه الواردة إليه من الأراضي المغربية. كذلك تراجع حاد في إمدادات لا حول ولا قوة إلا بالله. المخزن هذا والله ما يحشم. قال لك تلوث المياه اللي يجيونا من المغرب انتم واش تحطوا في المياه هذو المخزن واش يا صاحبي ما تحشموش على رواحكم. ديروا لنا تحليه المياه حليوا لنا المياه اللي تجي عبر الودوية. ديروا لنا مصفات تاع مياه ديروا لنا محطه تاع تحليه باش كي يدخل الماء عندنا يدخل نقي. احنا حابين مياه معدنيه كم احنا الماء ما عندناش في الجزائر. على بالكم راهي البارح برك ازمه تاع ما في سعيده. والسي دربال راهو يحكي على المروك. احكي لنا على ازمه الماء في سعيده. تراش في سعيده الله قال لك عندهم شهر ما تدوشوش مساكن كما وقت الخواف تيارت. بالك تحكي لنا شويه ولا الجزائر العاصمه مشكل تاع ما وهرن قسنطينه ولو مروك لا حول. دونك جماعه في الجزائر اي واحد تكون عندك ازمه ما راهي بسبب المروك. يكون الماء مش نظيف اللي يجيك راهو المروك يبعث لنا في الماء موسخ. لا حول ولا قوه الا بالله ما نظفوش. بعثوا لنا كيفاش يسميو هذاك الماء المعدني في الليل. احنا عندنا سعيده سيدي كيفاش سيدي سيدهم عليه ولا حاجه كيما هكا. لازم تفرغوا القرع هكا في الواد ويجينا احنا نضيف. والله غير نعرف انا عامل المخزن تاع الصح سيدي علي قال لك حطين القجع يخلصني هكاك ولا
انا شوف انا عامل بصح نحلل دراهماتي نجيب لك بالله. قال لك المياه ولوات تجي مياه من واد غير نحو التراب الجزائري بسبب السدود المقامة في الجانب المغربي من الحدود، مما أدى إلى تجفيف ممنهج لسد التربة، سد جرف التربة لفترة طويلة بالأراضي الجزائرية. وعلى ضوء هذه الممارسات السلبية تأثرت منطقة الصورة بالجنوب الغربي للجزائر، ما أدى إلى انهيار النظم البيئية وفقدان. السيد وزير الموارد المائية عندي بركة واحد الملاحظة صغيرة. منطقة الصورة راهي صارت فيها فيضانات كبيرة، وما كانش مشكل تاع موارد مائية، كان مشكل تاع مبالغة في الموارد المائية، وكان من المفروض السلطات تدخل لإنقاذ المواطنين فيه بالشر. بس المشكل السلطات ما تدخلتش. أنا يا ريت لو كان عوض ما تحكي لنا عن المخزن وعلى المروك واللي يلوث لنا في المياه واللي قطع علينا الماء. انا يا ريت لو كان كنت تحكي لنا برك على الفيضانات تاع بشار. والله غير كانت الموارد المائيه هنا مش فيناكمش. التنوع البيولوجي لا سيما الكائنات الحيوانيه والغطاء النباتي، فضلا عن التداعيات الاقتصاديه والاجتماعيه الجسيمه على سكان المناطق الحدودية الجزائرية المتضررة، كما شملت هذه الأضرار بالإضافة إلى استفحال ظاهرة التصحر وانحصار الغطاء النباتي في الجانب الجزائري، تضرر 43 سنتا من الطيور والحيوانات النادرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شتو كيفاش؟ لو كان ماشي المخزن، لو كان هذيك الصحراء راهي جنة خضراء. ظاهرة التصحر والمناطق الصحراوية اللي راهي تزيد راهي بسبب المروك. ليش المروك؟ وزيد المروك قضانا على 43، حسبهم السيد وزير الري طه دربال، حسب 43 صنف من الطيور النادرة من بينهم الشهيد والمجاهد باللارج. راح نقضوا لنا على باللارج. وين عايش النظام هذا بيمشي؟ انا بالكم قبل ما نزيدوا نعطيكم واحد التفاصيل، انا صراحه شدتني هذه. واحد حط لي قبل في التعليق والله كاين اللي ينتبهوا لواحد الامور. شوفوا هنا يخيكم تشوفوا، ما كان والو، ما كان لا ميكروفون لا والو. شوفوا هذا اللي وراء الوزير واش دار. السدود المقامه في الجانب المغربي هنا من الحدود، مما ادى الى تجفيف ممنهج لسد التربه، سد جرف التربه. كان يسمع مع الاول من بعد لقى السيخون على بك الناس جايين. انا سمعت بعض المداخلات، الناس يحكيوا في قضايا تقنيه مرتبطه بتسيير الموارد المائيه وكلش. الناس اللي قاعدين يسمعوها وكان حط الكاسك تاع الترجمه، كي بدا الاخر يخرط المروك والمخزن واختفاء الطيور النادره، نحى الكاسك. قلت لك شكون المهبول هذا اللي دخلوه لنا هنا؟ منين يروحوا يديروا الفضايح؟ يروحوا اليابان، راكم شفتوا الفضيحه، ديروا لنا فضيحه قد السماء. دخلوا واحد من البطاطيش بلا فيتا مزوره، من بعد يخرج فيها، من بعد جابوا البلطاجيه باش يتقى. المهم يروحوا الامم المتحده يحكمهم الكولونيل مايغا يمسح بهم الارض ذهبا وايابا، لي زينيرغومون ديبلوماتيك، الحثالات الدبلوماسيه. يروحوا لسلوفينيا، مفروض اجتماع دولي يتكلم على قضية تقنية مرتبطة بالموارد المائية. المروك المروك المروك، ما متحشموش؟ ما عندكمش درة تاع شرف؟ ترباو شوية صاحبي، بهدلتوني قدام الجناز. قال لك المروك سبب الجفاف، والقضية راني هضرت عليها قبل تاع بناء السدود. هذه راهي عقدة من سنوات، وخصوصا في 20 سنة الأخيرة، لأن الجارة الغربية تفوقت في قضية بناء السدود. كانت سياسة قديمة في وقت الحسن الثاني رحمة الله عليه، بعد لما جاء محمد السادس يعني زاد سرع بشكل كبير، هي خصوصا في 20 سنة الأخيرة. يا سيدي ماشي مشكل درك اذا بلاد دارت حاجه ايجابيه مثلا في قضيه بناء السدود، عاند وما تحسدش مره اخرى، عاند وما تحسدش.
دير نفس الشيء، ابني سدود، حاول تكون عندك سياسة في تسيير الموارد المائية تكون سياسة حكيمة باش توفر المياه للمواطن الجزائري. درك هما اخي قلت لكم النهار بدات الازمه تاع تيارت، قلت لكم راهي في الاشهر والسنوات هذه القادمه راح تكون ازمات كبرى تاع مياه في الجزائر، لان النظام الجزائري يدير في واحد الكوارث لا مثيل لها. درك هما باش كل ما تصرى ازمه يقول لك راهو الجاره الغربيه بنات سدود وراهي تسرق لنا في الموارد المائيه وراهي تحرمنا. هذه هي القصه. راني نشم في رائحة حريق تاع عجلات تحتي، صدقوني غير القاو الجنسية تاع الناس اللي قاعدين يديروا في الأمر هذا. جو سوي سيغتا وراني نسمع في الهضرة وعلى بالي منين نروح نديروا الفضايح هنا. يرحم بابك في بلد أوروبي تشم في رائحة حرق العجلات وما على باليش على راهم يحرقوا في العجلة. مرض ناس، ما احنا منين نروحوا لازم نديروا الفضايح. راني نسمع في الهضره شعب الله المختار. كرهنا كرهنا الله كرهنا لفتره طويله، نروح نديروا التبهدايل، الجناس كامل كارهين منا، الجناس كامل هاربين منا، نشوفوا صوره الدين، نشوفوا صوره شمال افريقيا، نشوفوا صوره البلاد، نشوفوا صوره معك كرهتونا يا جدك. وانت وش دخلك؟ استنى تشوف، شفت هذا صاحب التعليق ما عرف منين هذا قال لك واش صح رئيس فرنسي راح يزور المغرب ويلقي خطاب عن قريب في البرلمان. ايه وش انت وش قلقك؟ والله است حنا الرئيس الفرنسي حنا كيجي يروح لديسكو مغرب يبوسوا له يديه في المغرب، رايح للبرلمان راح يلقي خطاب يدير ممارسه سياسيه عاديه. حنا عندنا جا ديسكو مغرب يسلموا له على راسه وعلى يديه. وكيجا فرانسوا هولندا غني له Bonjour monsieur le président. هذه هي واحد يروح قدام البرلمان تاعهم وناس يجيهم يغنيو له رانا فتحنا لك البيبان. غير ما كان له المزايدات ديما ديما راه راح يلقي خطاب قدام البرلمان. حنا راه فرانسوا هولندا باسولو يديه يا جدك حطوه ملك. حنا نسبوا الناس اللي يبوسوا يدي الملك بصح كي يجي فرانسوا هولندا يبوسوا له يديه. هذيك بصح راهي فرنسا راهي مامانا ماشي كيف كيف. اوفا هذا قوس فقط كي دار لي هذا خونا التعليق. هذه سي بون قضيه الماء هذه انا كرهت منها وحكينا عندها 4 شهور لكن نفس الشخص او عنده 4 شهور هذاك الوقت ما سماش برك المغرب. المنتدى هذا فرصة حقيقية من أجل اغلق فمك. أين لاحظنا ممارسات لدول الجوار دولة من دول الجوار أنها أضرت بالفعل بالتوازن البيئي الذي أضر بالحيوان بالنبات ومباشرة أضر بالإنسان لأن فيه تجفيف نقصه. هذه عندها 4 شهور في منتدى كان إن لم أكن مخطئا إن لم تخني الذاكرة في الحبة تاع الحمص هذه اللي موجودة هنا على ما أظن في إندونيسيا. كان الناس اللي يتذكروا القضية يقدروا يذكروني. كان في إندونيسيا نفس الشخص وزير الموارد وزير الري طه دربال في إندونيسيا قال لهم باللي دولة جارة غربية عندها ممارسات عدائية تقريبا وتقتل في التنوع البيئي والتنوع البشري وتقتل في السماء في الأرض في ال... شو بحق اللي
القضية هذيك ما كنتش على بالي تاع، انا كنت حاط الناس ما تهتمش صراحة، قلت بالك الناس برك اللي متعودين شوية في القضايا هادو ويفهموا. هذيك تاع السنوار هضرت زوج كلمات راهم دايرين قصة عليهم، وراو شوقي بن زهرة وراو عميل الصهاينة ويسب في السنوار سيد ما على باليش شكون. رجعوا الإخوان المسلمين هادو مقدسين يجدك، كنتش على بالي والله، كنت حاط بيناتنا برك هكا راهي الناس اللي شوية عندهم عقلانية سي بيان. انا على بالك يبداو الناس يعيطوا باسكو الالم نباح على قدر الالم. وزيد المنطق تاعنا حنا تاع الدول هادو المتخلفة وتاع الشعوب المتخلفة، نهار هذا السنوار زعما مداير في حوار في ندوة صحفية، قال لهم انا الحلم تاعي يعني تقريبا هو انه لو نستشهد لو اسرائيل تقتلني. اسرائيل ميكوش، انت درت حلم، انت عبرت عن الحلم تاعك انك تستشهد، هاي اسرائيل بعثتك للجنة بالمنطق تاعك. دونك لهذا احنا عندنا واحد المنطق، اما الغزاويين مظلومين ورم يقتلون ورم كذا، ومن جهه اخرى اولا اللي يقول باللي لازم حل سياسي، لا لا ما كانش حل سياسي، خلي يستشهدوا. اذا خلي يستشهدوا علاش راك تبكي وتشكي وتقول اسرائيل قتاله؟ راهي رم يستشهدوا ما كاين منطق، ما كاين عقلانيه. الناس راهي تموت، واحد مريح داير اتاي ويتفرج ويقول لك اه والله مليح ما يستشهدوا، اه هادو راهم الابطال. شكون قال لك ابطال؟ الناس راهي تموت، راهي تضل تبكي، راهم يضلوا مطيشين، راهو المستقبل تاعهم ضاع، حياتهم راحت، الناس ديارهم رابت، الناس راهم مرميين. شنو المنطق هذا؟ واش من واش بيه الصوت يا جماعه؟ كاين مشكل تاع الصوت بزاف، التعليقات يقولوا لي الصوت. هذا ما لقيتو يعني، غير تقولوا لي الصوت مش مليح. مي هادو لي سوجي يا شوف، هي وحده من الزوج، يا تقول بانه هادو الناس راهم الشهاده والاستشهاد وكذا كما قال هذا السنوار، قال لك انا الحلم تاعي نموت على يد اسرائيل، اسرائيل حقت له الحلم تاعه وبعثته للجنة الله يرحمه. اسماعيل هنية كان عند سيادو في طهران، تتقلقوا منه اكيد بلك تعبهم حبوا يبدلوا القيادة، بعثوا للجنة. مبروك عليك الشهادة، وش راح نديروا لك؟ الحلم تاعك، الناس الحلم تاعهم هو انهم يلقوا حل، هو انهم يخرجوا مساكن الغزاويين من الوضع اللي راهم فيه، هذا هو المنطق، هذه هي لا لوجيك، تخرج الناس من الوضع اللي راهم فيه، تتاخذ ما يمكن ما تيسر لك، تقيم دولة فلسطينية حتى إذا كانت بتنازلات، تاخذ الشيء القليل اللي عندك ومن بعد تبدا تبني بالتدرج. لازم حل سياسي في المرحلة هذه. درك خلاص إسرائيل راح تخلص مع غزة، سي بون، روح درك أنت لقى حل. دونك جماعة اليوم جات المسألة اللي راحين تسمعوا عليها بهرجة في الأيام القادمة، اللهم إلا إذا النظام الجزائري زادوا تخباوك الجبناء، هي المسألة تاع تصنيف الجزائر في قائمة الدول الممولة للإرهاب. وكم تعرفوا السنة الأخيرة كل يوم، ما نقولش كل يوم لكن ما كانش أسبوع ما نتكلمش على النظام الجزائري والتمويل تاع الإرهاب والدعم تاع الجماعات الإرهابية وأنصار النظام. جيو عندي وراك تخرط وراي ما كانش منها، وراك تحكي في الحكايات وحدك، ومنين تجيب في القصايص ها والخرطي، ومنين وشكون دار الفيلم هذا؟ الفيلم تروحوا عند جماعة ألف ليلة وليلة ورويترز اليوم. ودرك نجيب لكم من المصدر نفسه، استنى تشوف، استنى تا تربيت بويت الردي لهذوك تجيب لهم من رويترز، استنى نروحوا لهم، لا
وحنا من المسقي مباشرة. دونك جماعة عندنا مجموعة العمل المالي، مجموعة العمل المالي هذه اللي كيتهرب. مجموعة العمل المالي عندها قائمة تصنف فيها الدول الممولة للإرهاب والدول التي تتورط في تبييض الأموال. أوكي أوكي، نروح نشوفه فقط على السريع، نعرفه بمجموعة العمل المالي هذه من هي، وبعد نشوفه العلاقة مع نظام لوزن اللهي بلا مواقف. مجموعة العمل المالي أول تأسست سنة 1989، فيها 37 عضو إلى يومنا هذا. العضو العربي الوحيد هو المملكة العربية السعودية، وراح نتكلموا عن المملكة العربية السعودية بعد لحظات. الناس ما تهضرش، الناس كي ترد عليك ترد عليك في الميدان، درك تشوفوا كيفاش الناس ترد. تعمل المجموعة على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار السلاح. اهتمامات تاعها إيقاف تمويل الإرهاب. أهم اهتمام لمجموعة هذه مجموعة العمل المالي هي إيقاف تمويل الإرهاب. سمعتوا مليح؟ سمعتوا مليح. دونك نروحوا للموقع الرسمي تاع هذه الجافي، جافي اللي هي اصبر تشوف ألجيريا، نشوفوا واش قالوا على ألجيريا. لا هنا نروحوا احسن مباشرة عند رويترز. القضية راهي في الموقع الرسمي تاع مجموعة العمل المالية، راهي في الموقع الرسمي تاعهم. وكالة رويترز اليوم: International Finance Crime Watchdog removes Senegal from grey list add some others. قال لك بأن هذه مجموعة العمل المالية أضافت حذفت اسم السنغال من القائمة الرمادية. ما هي القائمة الرمادية؟ مجموعة العمل المالية هذه عندها قائمة رمادية وعندها القائمة السوداء تاع الدول المتورطة في تمويل الإرهاب وفي تبييض الأموال. الجزائر عمرها ولم يتم ذكرها في هذه القائمة، لكن في السنة الأخيرة، وأنا لهذا قاعد نقول لكم ما نحكيش رواية ألف ليلة وليلة، السنة الأخيرة كنت دائما نتكلم على موضوع تمويل الإرهاب. أول مرة الجزائر دوك نقرا لكم سادون فرايداي ات ريموفد سينيغال فروم اتس ليست. هنا يقول لك بانه هذه المجموعه الماليه حذفت السنغال من القائمه الرماديه of countries under increased scrutiny، يعني البلدان المتابعه باهتمام ولا بشكل كبير. and added Algeria, Angola, Ivory Coast and Lebanon. معناتها انه هذه مجموعه العمل الماليه اضافت الجزائر، انغولا، كوت ديفوار ولبنان لقائمه الدول التي يعني تتابع. مازال ماهيش في القائمه السوداء، القائمه السوداء فيها دول مثل ايران واريتريا، لكن القائمه الرماديه هذه اللي دخلتها الجزائر هذا بطبيعه الحال يسبق الدخول في القائمه السوداء، وهذا الامر خطير جدا. يعني ياكد أنا علاش سنة وأنا نتكلم نقول لكم بأنه العلاقات الجزائرية الإيرانية وين راحت الدينا، البوليساريو اللي يستعملوا النظام الجزائري في تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة، تمويل الجماعات الإرهابية في شمال مالي. شفتوا القضايا هذه كامل، باللي القضية تاع السنة تروح للأكس، وش كنت نكتب أنا لسنة تكتب إرهاب، لو كان تبحث بلي موكلي تلقى العديد من القضايا اللي تكلمت فيها على دعم النظام الجزائري للإرهاب وتمويل الإرهاب في الساحل وعبر البوليساريو أيضا. ومن القضايا اللي تكلمنا عليها سابقا نسمعوا واحد السيد كان عنده نظرة استشرافية منذ 6 أشهر. لتيروريست كيو أسيني لزاكس تيروريست أفك les services secrets étrangers qui s'appelle CSP. Ils vont dans les pays étrangers. Les retours, ils viennent dans les pays voisins qui les hébergent. هذه لو تتذكروا كنا تكلمنا عليها منذ 6 أشهر وركزت عليها كثير، انه الفيديو راه مازال موجود في على ما اظن في المنصة هذه، وموجود حتى في اليوتيوب لايف. كنا حللنا القضية هذه. رئيس الحكومة الانتقالية في مالي
اللي تكلم على دعم الإرهاب، دعم النظام الجزائري للإرهاب، توفير قواعد عسكرية. وكاين أيضا قضية اللي تكلمنا عليها منذ الآن، راهي صرات منذ شهر تقريبا، نحاول نرجعوا إلى تصريحات شخص تعرفونه جيدا وتكلمنا عليه بإسهاب هنا. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Quant aux représentants permanents algériens, en plus d'offrir le gîte et le couvert, certainement avec de succulents plats, de tchouka et de chorba, à des terroristes et des renégats indépendants, son rôle d'estafette. ممثل مالي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الكولونيل مايغا، تتذكروا أنه تكلم وأنا كنت فصلت لكم في القضية هذه تاع التكتوكة والشربة. لماذا ذكر هذو الطبقين بالذات؟ لأنه كانت صور، كانت صورة عفوا ماشي صور، لإرهابيين في تمراس، إرهابيين من شمال مالي من جماعة عياد أغالي، مسمى من يسمون نفسهم بأنصار الدين، وكانوا في مأدبة عشاء عادي مريحين جالسين يضربوا في التكتوكة في الشربة. لهذا ممثل مالي في الأمم المتحدة قال، وتخيلوا أنه شوف يعني صورة الجزائر الآن، ممثل مالي تكلم منذ شهر على دعم النظام الجزائري للإرهاب في منبر الأمم المتحدة، بعد شهر يتم تصنيف الجزائر في القائمة الرمادية للدول المتورطة في تبييض الأموال وفي تمويل الإرهاب. معنتها انه اول كلام متاكد، يعني انه ما قاله في منبر الامم المتحده لم يكن مخطئا فيه، ولم يكن مخطئا لما تكلم عن الحثالات الدبلوماسيه ليزينغمان ديبلوماتيك. الله الليله على بالك في المور. هو شوف الحاجه المليحه للنظام الجزائري في هذه الضربه الايرانيه، درك الضربه الاسرائيليه، درك شويه فرحانين في المراديه، باسكو راح تغطي شويه على القضيه تاع التصنيف هذا. ديجا التصنيف هما التصنيف اصلا، يعني باش تشوف لما صنفوا درك الجزائر، وهو الموضوع مرتبط بايران اللي رانا نهضروا عليها درك. التصنيف تاع الجزائر في القائمه هذه الرماديه تاع الدول المموله للارهاب. قلت لكم في القضية هذه تاع العقوبات، عفوا تصنيف الجزائر في القائمة هذه تاع تمويل الإرهاب، أصلا الناس لما تكلموا على حد في السنغال، السنغال اللي قامت بعمل كبير من أجل أنها تخرج من القائمة تاع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، هذه القائمة الرمادية بطبيعة الحال، ما كانوش في القائمة السوداء، والإدراج تاع لبنان هو الذي صنع الحدث، واحد ما تكلم عن الجزائر أصلا. لهذا الخبر وماخذ وقت باش ينتشر، وغدوه ولا بعد غد يبدا قادر الخارجيه الجزائريه تصدر بيان، وكم تعرفوا الفيلم كيفاش، وكانت لمبات بدات تباكا وتقول لك هذه مؤامره من المخزن. لكن يعني قبل ما توصل لهذه الان الحديث، لو تروح حتى على ما اظن نشوفوا برك فرانس 24 كيف سي فرانس 24 أقحم الجزائر، قال لك مجموعة العمل المالي تدرج لبنان والجزائر على القائمة الرمادية للدول التي تستلزم تدقيقا خاصا. تعرفوا في العهد تاع عبد المجيد تبون، يعني في هذه منذ 2019، منذ تعيين تبون من طرف الجنرالات، صاروا تصنيفين عمرهم ما صاروا لنا في التاريخ. التصنيف الأول كان تصنيف الخارجية الأمريكية في قائمة الدول التي تتابعها الخارجية الأمريكية في قضية انتهاك حريات الأقليات الدينية، وهذا أمر سابق. وزاد درك التصنيف هذا في قائمة الدول الممولة للإرهاب، ومن بعد يجي يقول لك تبون رانا الدول الكبرى تحترمونا، وراهي التصنيفات تذكرونا، وراهم يشكروا فينا، ورانا حيرنا العالم. راك مصنف كممول للإرهاب يا واحد القذورة، راك مصنف كممول للإرهاب، درك راك متابع باللل، راه غدوة الصباح في القائمة السوداء مع إيران ومع إريتريا.